هيبصوا له من تحت لفوق. الارقام مش بتكذب، ولكن تعالوا بقى نتكلم مع حضراتكم ايه اللي حصل منذ بداية هذا الموسم. ايه ومين او من هو صاحب اكبر عدد من النقاط ضاع على النادي الاهلي؟ هو مين السبب في اضاعة اكبر عدد من النقاط على النادي الاهلي؟ غير ان الاداء سيء، وغير كل شوية هقول هذا الكلام علشان الناس دايما لما بتيجي، معرفش ليه الناس اليومين دول بتجتزئ جزء كبير من كلامي، معرفش ليه. يعني انا في الحلقه السابقه او في اخر حلقه كنت بتكلم فيها مع حضراتكم، اتكلمت على ان هناك بعض المواقع وبعض الاسماء لبعض الصفحات الماجوره اللي ما بتشجعش النادي الاهلي واللي ما بينتموش للنادي الاهلي بالمناسبه، هم اللي دافعين تمويلهم ودافعين فلوسهم. معرفش ليه هناك البعض خد الكلام على جمهور الاهلي. انا لم اتكلم وعمري في حياتي جمهور الاهلي ده على دماغي وعلى دماغ كل واحد بيشجع وبيحب النادي الاهلي. معرفش ليه الناس اليومين دول بتاخد دايما الموضوع خارج سياقه. وبالمناسبه دي فيديوهات، اللي عايز يتفرج على الفيديوهات يتفرج، اللي عايز يشوف الكلام اللي انا قلته يشوفه. ولكن هناك البعض دايما، معرفش ليه اليومين دول الحقيقه، لان هناك حملات، وهقولها مره تانيه، مش جمهور الاهلي. انا بقول ايه؟ بقول مش جمهور الاهلي. هناك حملات ممولة من الخارج، أو مش من خارج مصر، ولكن من بعض من لا يشجع النادي الأهلي، الغرض الرئيسي منها هو اللي حضراتكم بتسمعوه في كل أو بتشوفوه على السوشيال ميديا. لأنه في النهاية زي ما بدأت كلامي مع حضراتكم، قلت الإيه؟ قلت لكم يا جماعة النادي الأهلي عنده قصور فني جوه الملعب واضح جداً، أداء سيء، عندنا أداء سيء لبعض أو لكثير من اللاعبين جوه الملعب، عندنا مشاكل فنية، عندنا مشاكل فنية. ولكن هل من الممكن إن إحنا ما نتطرقش للتحكيم واللي حصل معانا منذ بداية الموسم وحتى الآن؟ في بعض المباريات وفي بعض المواسم أنا كنت أتشرف باللعب للنادي الأهلي، في بعض هذه المباريات كنا بنبقى وحشين ولكن بنكسب بركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي بيتم احتسابها، بنكسب لما لعيب يضرب لاعب في ركبته وما تتحسبش ولكن يجب أن يطرد وما يطردش. فزمان كان لما بيضرب لعيب بيضرب واحد في ركبته أو في رجله فبيطرد. أنا معرفش ليه بيحصل كده مع النادي الأهلي هذه الأيام. وخدوا بال حضراتكم، زمان ما كانش فيه فار، دلوقتي فيه فار يا فندم. معرفش ليه اللي بيحصل مع النادي الأهلي. أقسم بالله أنا عارف كويس جدا إن إحنا عندنا مشاكل فنية وعندنا مشاكل في أو قصور فني واضح من بعض اللاعبين جوه الملعب، وما بندورش وعمري ما هدور على احتواء، ولكن أنا هوري لحضرتك النهاردة مش بالكلام ولكن بالدليل القاطع، بالدليل القاطع أن هناك عوامل أخرى ضد النادي الأهلي تساعد على فقدان النادي الأهلي للنقاط. مش هقول لحضرتك ان انا عندي اصابات اكتر من 11 12 15 لاعب، مش هقول لحضرتك ان انا عندي حاجات كتيرة جدا ممكن يبان بيها او ان انا عندي اجهاد، على الرغم من ان هذا الكلام هو كلام صحيح، ولكن انا هوري لحضرتك وبالتفصيل بالورقة والقلم النادي الأهلي بيفقد 12 نقطة هذا الموسم، هذا الموسم 2021-2022 بسبب إيه؟ بسبب الأخطاء التحكيمية وبفعل فاعل، وبفعل فاعل. هذه الأخطاء الخاصة بالمباريات اللي خسر فيها النادي الأهلي أو تعادل. بس مش هجيب لحضرتك المباريات اللي أنا كسبتها كنادي أهلي وحصل فيها أخطاء واضحة، لا، أنا هجيب لحضراتكم الأخطاء اللي اتعملت ضد النادي الأهلي في المباريات اللي خسرناها أو اتعادلناها، لأن لو جبت المباريات اللي كسبناها هيبقى عندي ممكن أخد أكتر من الساعتين بتوع الحلقة أو 3 ساعات. ومش كلام مرسل بالمناسبة، ولكن مشاهد قناة النادي الأهلي ومشاهد البيت الكبير هو الحكم مش أنا. هوري لحضرتك وانت حر قول اللي انت عايزه. 12 نقطة يا عم إسلام، أيوة 12 نقطة و 12 نقطة، وهناك أخطاء خاصة بمباريات أخرى حقق فيها النادي الأهلي الفوز.